بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حديث الساعة والدون. امرأة عقد عليها ومات زوجها قبل الدخول، هل عليها عدة وهل ترث زوجها؟ يا خبر أبيض، السؤال ده صعب أوي. عقد عليها ومات عنها زوجها قبل الدخول، مات يا عم بالإجماع عليها العدة يا عباد الله، ده مات مش طلق. عليها عدة بالإجماع. إذا كان هو ما مداش عندها خالص يبقى عندها ليه بقى؟ يا عم هو في كلام بقول لك بالإجماع، تسكت خالص. حديث ابن مسعود رضي الله عنه مروى عن بنت وشم لما قال عليها العدة ولها الميراث، لها مهر، والحديث كان فيها لها إيه، إن هو لم يسمي لها صداقا، فقال لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقال أحد الصحابة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، فمروع بن مسعود أفرح بشيء فرحه بهذا الحديث. يقول حضرت دفن ميت حفرة لا يزيد عمقها عن 75 سنتي، تم إحاطتها بالخشب على صندوق، وضع الميت وتم سقف الصندوق بالخشب وتم إهالة التراب على الخشب، هذا يجزئ مع خلاف السنة. السنة تعميق القبر. الخشب لا معرفوش حديث. بيقول في حديث البخاري في قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النواح من سنته، هل هناك فرق بين النواح والبكاء؟ نعم، البكاء بدمع العين والنواح بالأصوات وراء النحيب ونحو ذلك رفع الصوت. هل قال عمر لأن صهيب خلط البكاء بكلمات وأخاه وصاحباه؟ ظاهر هذا وأنه رفع صوته. أما البكاء بدون رفع الصوت فلا حرج فيه. هل يطلق لا يدخل القبر أحد؟ لو الحديث بتاع أيكم لم يقارف الليلة على الرجال والنساء، هو النساء أصلا بيدفنوا، المرأة هتنزل القبر. فهمت، يعني ده سواء كانت المرأة المدفون امرأة ام رجل. الظاهر من العلة ان ده يكون ابعد عن الاختلاط بالدنيا، ان هو سواء كان رجل او امرأة. هل هناك نهي عن استقبال العمود او السارية اثناء الصلاة؟ الحديث اللي هو يجعله قبل حاجبه الايمن او الايسر حديث ضعيف، بل كانوا يتسابقون الى سواري المسجد اي ليتخذوها سترة الصحابة. لا ولا مش مسلم. نعم، السترة سنة مؤكدة. يعني ما تقولش مثلا يعني صنم ولا حاجة كده، العمود ولا كده؟ لا ده وسواس بقى، سترة العمود سترة. في نقابات، بعض النقابات مشاريع للعلاج التكافلي، يدفع المشترك مبلغا بسيطا كل عام ويستفيد على جانب مبلغ اكبر، هل هو حلال ام حرام؟ طالما انه مبني على التكافل والتطوع، تبرع
حيث يجتمعون على العلاج، يعني علاج من يحتاج منهم تبرعا، فالأمر واسع. هل يجوز التأمين على السيارات؟ التأمين التجاري غير التكافلي لا شك في تحريمه، أما التكافلي المفروض أن أوراقه بتقول أنه تبرع، بيجعل للناس اللي هم بيصابوا من مجموعة اللي بيخشوا في هذا التكافل، وأنه لا يطالبوا يعني هذا المال بعد ذلك، وإذا ما استعملش بيستثمر ويرجع لهم، لكن هم مفوضين صاحب الشركة بالإيه؟ بأن هو إذا أصيب أحدهم فإنه يعاون بقدر محدد يتفقون عليه. هو في نشاط تأميني اليومين دول، وثيقة تأمين للأطفال، يدفع الوالد مبلغا صغيرا كل شهر إلى أن يبلغ الطفل 21 عاما، فتدفع الشركة للطفل البالغ مبلغ أكثر من مبالغ المتحصلة طوال المدة السابقة، وفي حالة وفاة الوالد تدفع شركة التأمين من المبلغ كاملا للطفل. هذا أيضا غير جائز، التأمين التجاري غير جائز. يقول يريد أن يخرج الأستاذ نادر بكار بنفسي لإصلاح الأخطاء على نفس المستوى، إن شاء الله يفعل ذلك. نصيحة بالمواظبة على إعطاء دروس علم شرعي أو سماعها. الكلام بتاع الأخ نادر بكار اللي هو بتاع الغناء خلاف سائغ، وأنه لا يجد غضاضة في الفرج على الأفلام، وكلاهما خطأ وهو قد اعترف بخطأ. طب هو الراجل مصدوع السنة دي، دزول السلفية بيقولوا كده. هو في حد معصوم؟ الغلط ان الواحد يغلط ولا الغلط ان يستمر على الغلط؟ اذا هو واحد اخطأ وقال انا اخطأت يبقى قطعوه، بس دي فتوى شرعية. طب ما هو ماشي، هو في ايه يعني العصمه من انه يخطئ خطا في حاجه شرعيه ويرجع عن الخطا في حاجه شرعيه؟ ايه يعني الموضوع؟ لماذا؟ طب هو غيره لما قال الكلام ده ما حدش هاج هذا الهياج ليه؟ لا لا، كان اعلى منه، لكن انا بقولش ان الكلام ده مش صح، ده غلط ولازم يرجع عنه، وهو اعترف بخطئه وحيرك تعترف علنا، فالأمر الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من ذلك. الكلام فعلا خطأ بين وتجاوز فيه إن هو خلاف سائغ، ده مش خلاف سائغ، ده خلاف نص حديث صحيح صريح. وتاني حاجة إن هو إن في غضاضة بلا شك في قضية، إن نقول في غضاضة في النظر إلى الأفلام، قطعا في غضاضة، الغضاضة دي منقصة ومحرم ننظر إلى أفلام فيها ممثلات. هو طبعا الكلام اللي هو قاله إن هو بيفوت، يعني لما يلاقي منظر متبرجات بيفوت، بس طبعا ده لم يفهم بوضوح من الحوار. وتاني حاجة إن الموسيقى اللي موجودة مصاحبة، وتالت حاجة عامة الأفلام تدور حول الجنس، الجريمة، الصراع على المال، السلطة. نادر جدا ما تكون في أفلام يعني فيها معاني جيدة وخالية من ذلك. أنا حقيقي ما أعرفش إن في فيلم اتعمل بضوابط إن هو يكون ما فيهوش موسيقى وما فيهوش حريم وما فيهوش، وإنه يكون أحداث حقيقية وقعت في التاريخ، غير فيلم عمر المختار. في فيلم تاني؟ القوي. ها؟ في حكم القوي برضه في
الموضوع التاني بقى انه حتى لو وجدت الضوابط دي، قضية التمثيل ووجود مؤلفات، الكلام ده جائز ولا مش جائز؟ المسألة دي هي اللي فيها خلاف، بس لو انضبط بضوابط السابقة، وانا ارى عدم الاستعمال ذلك الا فيما وقع تاريخيا او واقعيا، وتبقى هنا على سبيل الحكاية اللي بيجوزها بيقول على سبيل ضرب المثل. لكن على العموم الافلام كلها متضمنة للمحاذير الاولانية، ده واحد في مليون يمكن الفيلم اللي هم اللي بقول عليه ده، واظنه ان هو معالج من قبل بعض الملتزمين، حذف النساء والموسيقى وحط حاجات صوتية دينية أناشيد. فمثل هذا فعلا احنا في ملايين الافلام والله اعلم، وما اعتقدش ان واحد من المليون يبقى له ايه حكم، اذ لا حكم للنادر. طب الا ان هو بنقول ان الكلام ده يعني وارد ان يحصل خطأ من اي انسان، وخصوصا ان هو مطبات الاعلام كثيرة، وبيكون في احيانا يعني لم يلهم التوفيق في هذه اللحظة، والخطأ ان هو ايه يستمر على ذلك. اما ان هو المطالبة بالذبح والتقطيع فهذا ليس من الانصاف. انا بقول على اي الاحوال انتوا انتظروا ان هو يعلن رجوعه عن ذلك. بس إيه انت ما شفتش اصلا، انت عايش ولا شايف تلفزيون ولا شايف الفيس، واخبالك الناس عمالة تذبحه. ها لسه يعني الشيخ نادر جاي يضيف لنا حاجه ننشغلوا بيها والناس تتكلم عنها كده. هو الله العظيم انت عايز تعمل ايه يعني؟ انت جاي تتكلم على ايه؟ دكتور يونس لما ودي لي سؤال، انتوا اتكلمتوا مع وزير الداخليه النهارده في ايه؟ اكيد اتكلمتوا على اخر السنه عم الحاج.